Technoplanète. Information. Claire et net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع الرسالة رقم 5 ديال إيفيرست في 4 الطبيعة ديال أبريل. اليوم غنتكلموا على طريقة تركيب الأوراق. أولا الأوراق طريقة التركيب كاينين جوج أنواع. كاين النوع اللي كيوقف الأوراق واقفين كيحطهم واقفين ويطبعهم، كاين اللي كيحطهم جنب وكلهم مزيانين وكلهم كيتطبعوا بخير وعلى خير وكيخرجوا ممتازين. اذا حنا غنطبعوهم واقفين. اولا من الضروري خص الاوراق يكونوا صحاح، خص النوع ديال الاوراق يكونوا هذوك الاوراق المقوه المعروفه اللي كنكتبوا بهم بالاله العاديه في طريقه برايل، باش المرطو وقت ما كيطبع لينا ما يتخلقوش لينا المشاكل في الطبيعه، لان الا كانوا الاوراق رقاق تيتقطعوا في المرطو وتيتخلقوا المشاكل بزاف ديال الاشياء تيوقعوا. اول حاجه كنمشيو لهذيك البلاصه اللي قلنا على اليسار ديال المطبعه، كنهزوا هذاك الودن اللي ذكرنا الفوق بسم الله، حنا هزيناها. كنجيو انا هز معايا دابا واحد العدد من الاوراق، ها هما في يدي. وبالنسبه للاوراق راه انواع، ولكن هادو اللي شدنا دابا كيتسموا اكاتر، خصهم يكونوا ما مطبوعينش ببرايل، يكونوا ما مقطعينش، يكونوا مقادين، يكونوا مستويين حتى في الحطه. ملي تنجيو لهذوك الاسهم اللي ذكرناهم كنطلعوا ديال اليسار للفوق، هذاك السهم اللي كيكون في الشريو كنطلعوا ديال اليسار للفوق وكنحطوا الاوراق ونتكيوهم على الجهه ديال اليمين ديال السهم هكا هكا، وكنشوفوا هذاك اللي قلت لكم داير بحال نصف القوس، كنشوفوا المستوى ديالو واش جا في الوسط ولا لا. الا ما جاش في الوسط كنجيبو حنا في الوسط. ملي كيجي في الوسط وكيتحطوا الورق مزيان كنكحزوا السهم ديال اليسار حتى يكالي لينا الورق مع السهم ديال اليمين، وكنهبطوا هادوك الاسهم الصغيورين اللي طالعين لفوق احنا هبطناهم. عاد كنجيو لهاد المثلثات كنحاولوا اما نديرهم في الوسط كاملين اما لتحت كاملين. دابا انا عندي ورق قلال غنهبطهم كلهم لتحت. انا دابا هبطتهم لتحت، كيبقى الدور الموالي هو الدور ديال هاد الشريو ننزلو لتحت، بمعنى هذاك الودينة اللي ذكرنا او هذيك الودينة اللي ذكرنا اللي على اليسار كننزلوها لتحت. ثم كنجيو غنديرو الكاليبغاج. شنو معنى كاليبغاج؟ الكاليبغاج كلكم كتعرفوه، كنشوفو المطبعة ديالنا واش كتخرج لنا النقاط مقادين. هذه هي اول تجربة تنديروها باش نشوفوا النقاط واش مقادين، باش ان شاء الله في الحصص المقبله غنهضروا على الهواميش، كيفاش نقادوا الهواميش ديال الورقه وكيفاش الصفحه وكيفاش نبدلوا اللغه وكيفاش بزاف ديال الاشياء ان شاء الله. غنمشيو للكاليبغاج هو الاول، عقلوا معايا. كنمشيو للبطونه ديال الميني، راكم عقلتوا عليها. كنمشيو للميني هي الاولى، ميني لاي اوت 1 تايل دو بابي A4 دوكيومون ان كور. هاد 1 طاي دو بابي A4 دوكيومون اون كور وكذا، باقي غنعرفو ان شاء الله في البرمجه، غنعرفو شنو كيقول في هذا الشيء. سيستم. دابا انا طلعت بالسهم الاعلى قال لنا سيستم، غندخل ليه باوكي. بوزيسيون دو بلوك برايل. غنطلع مره واحده الفوق حيت دابا دخلت باوكي. كاليبراج. كاليبراج اذا كليكيت عليه غيخرج لنا واحد الورقه خاويه، وبعدها غيخرج لنا ورقه عامره، وغتصبروا معايا شويه ديال الصداع ان شاء الله بحول وقوته، لان كما تعلمون ان هاد المطابع ديال البريل تيديروا الصداع شويه. حنا نخرجوا الورقه، ها هو خرج ورقه خاويه.
شكرا على تحملكم الصداع ديال هذه المطبعه. ملي تتخرج الورقه هكا كتشوف الهواميش ديالها كي دايرين. ملي تجي المطبعه من اللوزين ديالها ولا من الشركه ديالها ولا من ديك البلاصه منين كتجي من انديكس زعما، كتكون فيها 28 سطر و35 مربع. دابا الورقه اللي شادنا دابا بيدي دايره بحال الزربيه، فيها 28 سطر و35 مربع. شنو معنى 28 سطر و35 مربع؟ بمعنى السطوره من السطر الاول حتى للتحت كاع فيها 28 سطر. المربعات هما فين كنعمرو حنا بالبوانسو الحروف، ولكن هو الكاليبراج كيفاش كيخرج؟ ما كيخرج لينا بستات النقاط، كيخرج لينا بعكس اللام. سوليني بالفرنسي، ب 4 5 6 4 5 6 كيبدا يكتبها من راس حتى للراس. دابا انا حسبت دابا ها الورقه في يدي فيها 35 مربعه وفيها 28 سطر، ولكن الا بغينا نكتبوا شي كتاب ولا شي برا ولا شي حاجه غتجينا الكتابه ما مزياناش. علاش؟ لان الا درتي مثلا من عبد الله ولا من فاطمه ولا من رقيه او الى اخره غيجيك هذاك العنوان في الحاشيه ديال الورقه. اذا هنا فين تنلعبوا الدور بالهواميش، كيفاش نقدوا الهواميش باش تجي الكتابه مزيانه. هنا فين خاصنا نردوا البال، لان هما حاطين لنا دابا انا 35 مربع وحاطين لنا 28 سطر في الكاليبغاج. اذا مشينا مثلا صيفطنا ليها الورقه مكتوبه باش تخرجها لنا، غتخرجها لنا على حساب هذا الشيء اللي داروا فيها هما. الا خرجت لنا بهذه الطريقه اللي داروا فيها هما غيكون عندنا فيها حنا المشكل، لان غيكونوا عندنا الحروف غيجيو في الحاشيه ديال الورقه، وخص نقادوا الهواميش وخصنا بزاف ديال الاشياء. اذا كنتمنى تستفدوا من هذه الرساله رقم 5 بهذه الطريقة ديال الكاليبغاج. بمعنى نعاودها باختصار شديد، انه ركبنا الاوراق وهبطنا المثلثات والاسهم حتى تقدوا الوراق، ونزلنا هذاك اللي على اليسار اللي داير بحال واحد الساروت شوية اللي قاصح شي شوية كيطلعوا يهبط، ها هو نعاود نهبطو هذا، وشد لنا الاوراق ومشينا كليكينا على الميني وطلعنا حتى سمعنا سيستيم ودخلنا باوكي، طلعنا حتى سمعنا كاليبغاج درنا اونتخي او اوكي. شنو دار لنا؟ هبط لنا الورقه الاولى خاويه، والثانيه دار فيها هذا الكاليبراج، استعمل فيها هذا عكس اللام عده مرات، عطانا 28 سطر و35 مربع. بمعنى 28 لين 35 كاركتير، وحنا كنهضروا بالدارجه باش كلشي يفهم وكلشي يستفد، والعربيه راه هي الام. وكنكتفي بهذا القدر، نتمنى ان شاء الله تستفدوا من هذه الرسائل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.